كنا الفترة اللي فاتت دايما بنسأل هو ليه أسعار البيض بتزيد؟ النهاردة بقى احنا مش هنسأل هذا السؤال، لأنه هنسأل سؤال العكس بتاعه، هنسأل السؤال العكسي، ليه أسعار البيض بتنزل؟ لأنه الحقيقة واضح أنه في الأسواق الحمد لله في انفراجة كبيرة وبدأت أسعار البيض تنزل شوية. الدولة المصرية تدخلت بطريقة ناجحة لحل مشاكل صناعة الدواجن وبالتحديد حل أزمة الأعلاف. في النهاردة سعر كرتونة البيض في المزرعة نزل 3 جنيه مرة واحدة كده. دي الأسعار النهاردة، يعني لو هقول لكم بقى الأسعار، كرتونة البيض الأبيض في المزرعة بالظبط 66 جنيه و75 قرش، كرتونة البيض الأحمر أغلى شوية 68 جنيه و75 قرش، كرتونة البيض البلدي 72 جنيه و75 قرش. طبعا نزول سعر البيض النهاردة لازم نربطه بطريقة مباشرة كده بإعلان وزارة الصحة عن الإفراج عن 143 ألف طن علف تمنهم وزارة الزراعة، متأسفة، تمنهم 67 مليون دولار خلال الخمس أيام اللي فاتوا. بكده يبقى إجمالي كميات الأعلاف اللي وزارة الزراعة أفرجت عنها خلال ثلاث أسابيع بس 498 ألف طن بمبلغ 238 مليون دولار. أكيد كميات الأعلاف الكبيرة اللي نزلت في السوق خلال الفترة اللي فاتت كان ليها تأثير مهم على صناعة الدواجن بشكل عام، وده بيظهر النهاردة بوضوح في انخفاض أسعار البيض. معانا على التليفون الأستاذ ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن. أستاذ ثروت أهلا بحضرتك معانا، وأخيرا تراجع سعر البيض في السوق المصري. هل أولا الأسعار اللي أنا قلتها دقيقة ولا حضرتك عندك أسعار تانية، وإيه اللي بيحصل في سوق البيض؟ أهلا أستاذ هنيجي، أهلا وسهلا. فعلا الأسعار دي فعلا مظبوطة. نقولهم مرة تانية، كرتونة البيض الأبيض في المزرعة 66 جنيه و75 قرش، كرتونة البيض الأحمر أغلى هي شوية 68 جنيه و75 قرش، كرتونة البيض البلدي 72 جنيه 75 قرش، ده في المزرعة. تمام. الموضوع كمان مش موضوع البيض بس، هناك برضو تراجع في أسعار الدواجن من 39.5 إلى 36.5، في تراجع 3 جنيه في الكيلو. وإحنا كنا عشنا الفترة اللي فاتت تحدي كبير جدا وأزمة كبيرة جدا اللي الكل كان عارفها، أزمة نقص الأعلاف. لما بدأت النهاردة الإفراج عن كميات الذرة والصويا الموجودة في المواني، تم الإفراج النهاردة على أكثر من 417 ألف طن ذرة وصويا. كان في لقاء مع دولة رئيس مجلس الوزراء 16 أكتوبر الماضي تقريبا من حوالي شهر، في حضور السيد وزير الزراعة والسيد نائب البنك المركزي، وبدأ النهاردة إفراجات جزئية. طبعا مش كل دي الكميات، إنما تال أسعار الأعلاف أسعار قياسية، أسعار عالية. طن العلف مزار النهاردة متجاوز 16 ألف جنيه في التسمين، ومتجاوز 14 ألف جنيه في البياض، فده يعتبر سعر عالي جدا، والسعر ليه ارتباط مباشر جدا بالتكلفة. كل نزول 200 جنيه في طن العلف بيوازي معاه جنيه في طن البيض. طب مع الانفراجه في موضوع العلف، هل ممكن نلاقي انه اسعار البيض والفراخ بتنزل كمان الفتره الجايه؟ اكيد. انا بقول لسعادتك النهارده في ارتباط مباشر النهارده بين تكلفه طبق البيض وتكلفه كيلو الدواجن وسعر طن العلف. النهارده تمت افراجات على الاعلاف، لكن هناك مطلوب مزيد من الافراجات. كل ما بيحصل النهارده نزول في سعر العلف بينعكس بطريقه مباشره على تكلفه البيض وتكلفه الدواجن. راح لسعادتك استاذ انشي، احنا عندنا صناعه كبيره جدا، عندنا صناعه استطاعت انها تعمل اكتفاء ذاتي 100% من البيض المائده و100% من الدواجن. التحدي اللي بيمر بيه العالم كله النهارده، وفي توجهات يمكن واضحه جدا من القياده السياسيه بتخفيض فاتوره الاستيراد والاعتماد على المنتجات المحليه. فصناعه زي صناعه الدواجن ملياريه في الاستثمارات ومليونيه في العماله، ضخمه جدا، صناعه كبيره ومهمه جدا. طبعا عندنا فرص، بتغطي 70% من البروتين الحيواني المطلوب من استهلاك الفرد. يعني لولا النهارده الدواجن بهذه الكميات اكتر انتاجنا تجاوز مليار، انا بقى في مشكله.
انتاجنا تجاوز مليار و400 مليون دجاجه في السنه، انتاجنا تجاوز 13.5 مليار بيضه في السنه، انتاج ضخم جدا كبير جدا حقق اكتفاء ذاتي. صحيح. فكانت مشكله الاعلاف هي مشكله مباشره، فان شاء الله مع مزيد من الافراجات مزيد من النهارده توفر الاعلاف هينعكس بشكل مباشر على تكلفه انتاج دواجن وبيض المائده، وبالتالي هيكون النهارده في متناول المستهلك والاسعار. يعني دايما بنسمع ان الاسعار بتزيد، فدي سلعه مرنه جدا وسلعه غير قابله بورصة، هي للتخزين. بحسها بورصة، يعني فعلا هي ليها كويس جدا. انا عارفة ليها بورصة طبعا، بورصة دواجن. والمفاجاه النهارده ان المربي او المنتج ما زالت الاسعار المزرعه الفرم جيت النهارده دون التكلفه، يعني 66 جنيه لطبق البيض تكلفته اكتر من 70 جنيه. كيلو الدواجن نضرب ب 36 جنيه تكلفته تتجاوز 37 و 38 جنيه، لكن المربي لازم يستمر في العمليه الانتاجيه ولازم الاعلاف تتوفر. عن المربي لو ما حسش بالامان بتوفر واستدامه الاعلاف مش هيستمر في الانتاج، واحنا مهم جدا نحافظ على المنتج ونحافظ برضه على المستهلك ان يوصل له البيض والدواجن باسعار مناسبه. أشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن. طيب